وقفة احتجاجية مطلبية للملاكات التعليمية والتربوية في محافظة بابل، تطالب بالاستحقاقات والامتيازات التي يوفرها لهم قانون حماية المعلم، والذي لم يتم تفعيله منذ التصويت عليه عام 2008 تحت قبة البرلمان ونشره في جريدة الوقائع العراقية الرسمية. المطالبة بتفعيل قانون حماية المعلم، والذي يتضمن الحقوق الأساسية للكوادر التربوية والتعليمية وضمان حقوق المعلم من قطعة أرض وسكن لكافة شرائح المعلمين. وهذه الوقفة هي يعني الحلقة الأولى في سلسلة الاحتجاجات. في حالة عدم تنفيذ هذه ستكون هنالك وقفات أخرى وتصعيد للاحتجاجات حتى حصول المعلم على حقوق المشروعة التي كفلها قانون المعلم. المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أشاروا إلى أن الجهات الحكومية تتعمد التهاون في توفير حقوق الأسرة التعليمية التي تشعر بالغبن رغم الحقوق التي كفلها لهم الدستور العراقي، متسائلين في الوقت ذاته عن أسباب حرمان هذه الشريحة التي تعد عماد المجتمعات المتحضرة والراقية. اليوم نحن نطالب بحقوق المعلمين التي هي غبنت أو سوفت، حيث في عام 2018 تم إقرار قانون حماية المعلم الذي لم يفعل لحد الآن. كذلك نطالب بأسوة بأقراننا من الوزارات الأخرى بتعديل سلم رواتب جديد يليق بمكانة المعلم. أيضاً مع ذلك أن يوجد لدينا من الأخوة المعلمين ومدرسين الكوادر التربوية يخرج تقاعد ولم يستلم قطعة أرض في هذا البلد. لإحقاق الحق بهنالك مجموعة من المطالب، حقيقة منها تفعيل قانون حماية المعلم والمدرس والكوادر التربوية والمرشدين. حقيقة هنالك أصاب المعلم أو المدرس أو المشرف الحيف، ووجدنا الكثير من الدقات العشائرية التي تجبر المعلم على أن يقوم بدفع الدية، وهذا ما لاحظناه من خلال الجلسات حقيقة العشائرية بإجبار بعض أولياء الأمور. يبدو أن معلمي محافظة بابل قرروا الاحتفال على طريقتهم الخاصة هذا العام، لذا فإنهم توجهوا إلى مقر نقابتهم لعرض مطالبهم وما يتعرضون له من تجاهل متعمد وعدم جدية الحكومات الاتحادية المتعاقبة في توفير حقوقهم المشروعة. من محافظة بابل، معتز العبودي، زاكروس تي في.